أعزائي المشاهدين، إلى هنا نأتي لنهاية هذا البرنامج، لكن قبل هذا أن نقدم لكم هدية الجزيرة الرياضية لأول مرة على قناة تلفزيونية. تيري أوري يعلن بأنه سيشهر إسلامه قريبا جدا وعلى شاشة الجزيرة الرياضية. نترككم مع تيري أوري وإلى اللقاء غدا في نفس المكان في الساعة 9 بتوقيت إسبانيا، 11 بتوقيت مكة المكرمة. فكونوا في الموعد، إلى اللقاء. بما أن العديد من أصدقائي يعتنقون الإسلام كفيليب كريستونفال ونيكولا أنيلكا وبيتر لوكسان وإيريك أبيدال وفرانك ريبيري وديدي دومي، فقد كانوا أصدقائي المقربين جدا، ولا أدري كيف أفسر الأمر، لكنني أحسست أنني قريب جدا من الإسلام الذي أعتبره الأفضل بالنسبة لي إن كنت سأعتنق ديانة مع الالتزام بممارسة كل شعائرها، لذلك أعتبرها الأقرب إلى قلبي. لكن الإسلام يقول بالمقابل إن المرأة يجب أن يؤمن قبل كل شيء، لذلك أنا لم أعلن أي شيء في الوقت الحالي، غير أنني أفهم الإسلام أكثر من باقي الديانات. ومن المؤسف فعلا أن العديد من الناس لا يحاولون فهم الإسلام بشكل جيد، فهم يسمعون أن المسلمين إرهابيون حسب بعض الرسائل التي يحاول البعض تمريرها، وأرى أن هذا الأمر مؤسف فعلا، لأن الواقع مختلف تماما. فأنا أعرف بعض الأشياء عن الإسلام، لذلك أعتقد أنه بعيد عن هذه الأمور، لأن المسلم قبل كل شيء يملك قلبا طيبا. ومن المؤسف حقا أن هناك بعض الأمور في العالم التي يستغلها البعض لتمرير بعض الرسائل الخاطئة، ولا أعرف لماذا. وأقول دائما إنه إذا كان الإنسان يؤمن بالله فإنه يجب أن يؤمن بالقرآن وبآخر المرسلين.